سلام بنات، مرحبا بكم من جديد في قناة عالم هاجر. مرحبا بنات جداد اللي اشتركوني. مازال ما اشتركت في القناة ديالي تشتركوا وتدقوا على الجرس اللي تحت الفيديو، تخليوا لي التعليق ديالكم واللايك ديالكم. مرحبا بكم كاملين. اليوم وصفة لي سهلة وتجي رائعة بزاف، تنصحكم انكم تجربوها، يعني لذيذة لذيذة بزاف، وهي بسبوسة بالكريمة. نمشيو على بركة الله المقادير. عندي هنايا معلقة كبيرة عامرة ديال الكوك، كوك اللي مطحون، جوج بيضات، كأس ياغورت طبيعي، كأس عامر ديال السميدة رقيقة، نص كأس ديال سنيدة. عندي هنا نص كأس أو كأس معمر، يعني تقريبا نص كأس زايد واحد شوية ديال الزيت، وعندي خمارة حمراء وفانيليا. هناخد إناء نوضع فيه هاد المكونات، هادي تبعوا معايا المراحل. وعندي نحتاج المول اللي درت فيه من تحت ورق الزبدة، او ممكن انكم تدهنوه، تبقى اختياري. هنوضع دوك جوج بيضات في الاناء، ثم نص كاس ديال السنيدة، غنخلطهم واحد شويه. ثم نضيف الزيت، نص كاس ديال الزيت. كيف ما تنقول لكم ديما المقادير تلقاهم في صندوق الوصف. ثم نضيف معلقه ديال الكوك اللي مطحون، الكوك تزيد البسبوسة واحد لوكو زوين بزاف. ثم نضيف كأس ديال السميدة وفانيليا، خمارة حمراء أو بيكن باودر، وغادي نخلط المكونات مع بعضها. بعدين نضيف الياغورت الطبيعي، او ممكن تستعملوا ياغورت بشينكا، انا في البسبوسة تنفضل الياغورت الطبيعي على حسب، باش ما يعني ما تجينيش حلوة بزاف، يعني فيها نص كاس ديال سنيدة، ومنين تتسقع تاني يعني تجي باش ما تجيش عطل الحلاوة بزاف، يعني لكن كان الياغورت الطبيعي احسن. هنخلط المكونات مع بعضها مزيان، من بعد عندي ناخد المول كيف ما قلت لكم اللي درت فيه ورق الزبدة، او ممكن انكم تدهنوه. غادي نحوي فيه هاد البسبوسة ديالي، غادي ندخلها للفرن اللي سخنته من قبل، عفوا اللي سخنته من قبل، تقريبا ما تطلبش بزاف ديال الوقت، واحد 5 دقائق، ما طيبوهاش بزاف، يعني هي لما يتحمر لها الفوقاني ديالها، هي لما نضيف يعني فوقها الكريمة، يعني فحال نقولوا طيب نص طيبة، 5 دقائق بالضبط. انا خدعت ليا في الفرن، تتحمر لها الوجه ديالها ولكن ما تطيبش مزيان. من بعد نمشيو نصوبوا الكريمة على ما توجد لينا البسبوسات ديالي. بالنسبة للمقادير ديال الكريمة، عندي هنا 4 الفرماجات، او ممكن تعوضوهم ب3 ديال الكيري. عندي هنا فانيا، عندي 2 معالق ديال النشا، وجوج معالق ديال سنيدة، وعندي 2 ديال دانون ياغورت كريمي او بيرلي، انا هنا استعملت بيرلي، وعندي 1/2 لتر ديال الحليب. نمشيو نبداو على بركة الله. عندي هنا الحليب بارد اللي وضعت فيه المايزينا، غادي نحركو مزيان تدوب ليا المايزينا في الحليب. ثم نضيف سنيدة، سكر سنيدة،
وغادي نخلط مزيان. في هاد الاثناء هادي هنشعل البوطه ديالي على نار هاديه. هنا شعلت النار، هنوضع الفانيليا او ممكن تستعملوا معلقه صغيره ديال الفانيليا السائله، يعني تنبقى نضيف في المكونات او ميم طون انا تنحرك باش ما تلصقش ليا المايزينا في الكاسرونه ديالي. هنضيف هذوك 4 ديال الفرماجات اللي كيما قلت لكم ممكن انكم تعوضوهم ب3 ديال الكيري. وبديت تنحرك، تعقدت ليا الكريمه ديالي كيف ما تشوفوا. من بعد غادي نطفي عليها البوطه ونوضعها جانبا، هات نضيف فيها البيرلي. انا هنا وضعت جوج ديال بيرلي، ممكن انكم ديروا واحد على حسب الاختيار. انا هنا درت الثاني حقاش يزيد يزين الكريمه اكثر. وممكن هذه الكريمه هذه تعوضوها بكريم باتيسيير على حسب، غير هذه تجي احسن من كريم باتيسيير. عندي نحركهم مزيان حتى يدخل لي هذاك البيرلي في الكريمه ديالي. انتما تشوفوا القوام ديالها كي تجي، ما تجيش ثقيله بزاف وما تجيش خفيفه. من بعد كيف ما قلت لكم، بعد ما طيبت البسبوسه 5 ديال الدقائق، انتما تشوفوا من الفوق تحمرات ولكن من الداخل راه ما طيبش بزاف. حقاش عادي ندخلها مع الكريمه للفران، ومن بعد هنضيف الطبقه الثالثه اللي هي البسبوسه، وغادي تدخل الفران يعني بحاره يلا تيجي طيابها قد قد. هنضيف داك الكريمه من الفوق، غادي نبسطها فوق البسبوسه، ومن بعد حتى هي ندخلها الفران. تقريبا خدات لي 7 ديال الدقائق بالضبط، يعني على ما تحلو عليها الفران غادي تودعوا يديكم فوق منها الا لقيتوها، ولا الطبقه يعني هي ما تطيبش بزاف. كما قلت لكم خدات لي 7 ديال الدقائق، ما تلصص منين ما تلصقش لكم في يديكم صافي جبدوها. كيف ما قلت لكم خدات لي 7 ديال الدقائق. من بعد ما خرجتها يعني من الفرن، هانتوما كيف ما تشوفوا ما طلع ليا والو في الصباع ديالي. هنا حضرت خليط بحال الخليط الاول بالضبط. انا تما في المقادير درتكم نفس الكميه، يعني تصوبوا نصف الكميه حاش فيها الخماره باش ما تخمر ليكمش. داك الاثناء اللي تدخلوا الكريمه للفران صوبوا نصف الكميه الثانيه. كيف ما قلت لكم هذا هو الخليط الاول، هنوضعو توا فوق الكريمة وندخلها للفران تقريبا 10 ديال الدقائق تيكونوا جميع المكونات يعني طابت ليا مع بعضها، التحتانية والوسطانية يعني 3 ديال الطبقات طابوا قد. من بعد ما دخلتها للفران نتوما كيف ما تتشوفو طابت ليا بسبوسة ديالي مزيان لا لتحت ولا الفوق. هنا خديت ماء زلافة ديال الماء اللي وضعت فيها جوج معالق ديال سنيدة وساشيد المزهر، وممكن انكم ديروا يعني المزهر طبيعي، انا ما كنتش متوفر عليه. وناخذ شيطه وتنسقيها. من بعد ما سقيتها وخليتها تبرد واحد شويه، انا هنا فضلت انايا الزين ديالها ندير لها لوز فيلي، او ممكن انكم ديروا ليها الكوك، تبقى ديما تزين على حسب الاختيار. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه بالكريمه ديالي. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايك ديالكم والتعليق ديالكم، وتشاهدوا الفيديو ودعموني باش نقدر نعطي المزيد ان شاء الله. نتمنى انني نكون خفيفه الظل عليكم. بصحه وراحه، باي باي.